معكم الشيف محمد المطوع. اليوم راح نسوي لكم طبق من كفتة اللحم البقري، الميت بولز من المواشي. هذا المنتج وايد حلو، متبل وجاهز للاستخدام، بس نطبخه وراح نخلطه مع أي طبق راح نسويه إن شاء الله. يلا الحين راح نبلش طبقنا اليوم. شنو؟ ماكن تشيز. راح نخلط أجبان، ثلاث أنواع أجبان، اللي هو الموتزاريلا والشيدر والسموك تشيز، مع في الكريمة، عندنا البصل والثوم، بابريكا، وهذا آخر شيء اللي هو حق الجارنش وحق اللي يعطي شوية نفس الكرانشينس بالباستا، اللي هو البانكو، البقسماط، المحموسة شوية مع الزيت، خذت اللون وتعطينا شكل حلو وايد مرتب. نبلش طبختنا اليوم بالميت بولز. افتحها، نعم تشوف. طلعها، نجيب المقلة، طبعا المقلة حاطينها بنار متوسطة، نحط وياها شوية زيت، تقريبا ملعقة أو ملعقتين طعام بس كفاية عليها، ونحط لحم البقري ونخليها تستوي على راحتها. وفي طريقة ثانية ممكن نسويها فيها، نحطها صينية بالفرن ونخليها تستوي من 20 إلى 25 دقيقة بالفرن، أو إذا كان فرنكم وايد حار ممكن تستوي بشكل أسرع. طبعا بالمقلة ممكن نحن يعني نخليها برا الثلاجة أو برا الفريزر مدة، يعني عشان شوية تذوب عشان نقدر نسويها بشكل سهل. أما بالفرن ممكن نحطها دايركت وتستوي خلال 25 دقيقة إن شاء الله. الحين راح نبلش بالباستا. الباستا طبعا سوينا المكروني حق تقريبا شخصين، هذه هي استوت جاهزة. حطينا الجدر هني عشان نخلط الحين مقاديرنا، اللي هي الزبدة تقريبا ملعقة طعام، نحط الزبدة أول شيء، زبدة قاعد تطبخ، نحط البصل، بصل تقريبا ربع كوب إلى ثلث كوب، نحط وياها زيت شوية، ما نبي الزبدة تحترق، البصل قاعد يتحمش شوية، والحين نضيف على البصل نفسه الملح والليمون الملح والفلفل الأسود قبل لا نضيف باقي المقادير، اللي هي أول شيء راح نضيفه الكريمة، بعدها راح نضيف أجبان الباجية كلها، اللي هو الموتزاريلا راح نضيفها آخر شيء عشان يعطينا شلون الجبن شلون راح يكون سايح، هذا راح نضيفه آخر شيء. أول شيء راح نضيف الشيدر، نقدر نقصصه مكعبات ونقدر نخليه بشكله كذي. السموك تشيز طبعا يلنا بهالشكل، فاحنا قصصناه شرايح ونحطه، نبي يذوب مع الخلطة بشكل كامل. احنا مدامنا حطينا الجبن وحطينا الكريمة، نقدر نضيف عليها الحين الثوم تقريبا ربع ملعقة شاي او ملعقة شاي على حسب الرغبة، نضيف عليها البابريكا حمراء او السموك بابريكا يعطيها نكهة وايد حلوة، ملعقة شاي، ونبي نعطي الطعم شوية سويتنس فنضيف عليها يعني ربع ملعقة شاي سكر. الحين نقلبه، طبعا راح نقلبه بشكل مستمر على نار متوسطة، هياخذ اللون، الجبن راح يذوب، لما نتأكد ان الجبن تقريبا ذاب بشكل كامل واللحم ميكروز يلبنا بطريقة لازم يتيلب،
هو بدأ يستوي ويتحمش. كثر ما قدرنا نخلي الصلصة مالت الجبن على نار هادية أكثر، فراح نخليها على نار هادية ونحط الصلصة حتى على الميت بولز نخليها بعد نار هادية، نخليها تطبخ شوي شوي. هذا الجبن تقريبا قاعد يستوي، راح نضيف شوية ملح لأن أصلا الجبن مالح، فما نبي يصير الأكل وايد مالح. نضيفه بهالشكل، فلفل أسود. هذا الجبن تقريبا شبه مستوي. الميت بولز يبي لها شوية، تقريبا تاخذ راحتها شوية على النار على ما تستوي. الصلصة مثل ما احنا شايفين صارت صلصة ثقيلة. الحين شنو؟ نضيف عليها الموتزاريلا، طبعا مو كل الكمية، نص الكمية. باقي الكمية برا، راح نحطها على آخر شيء. هذي تقلب وشبه استوى. ايش نسوي الحين عقب ما ندري انه هو شبه استوى؟ ناخذ الكمية اللي احنا نحتاجها الميت بولز ونحطها بالصلصة. هذه الكمية اللي احنا راح نحتاجها. قلبنا الماكن تشيز. الحين شنو راح نضيف؟ راح نضيف المعكرونة بشكل أخير. طبعا الكمية اللي احنا راح مثل ما انتم شايفين الجبن مع الماكن تشيز شيء خيال. الميت بولز مخلوطة، نضيف باقي الجبن عليها نخلطها. الحين نشيلها من النار لان خلاص خلصت، ما لها داعي تنطبخ زيادة. ونزهد صحن التقديم. ماكن تشيز طبعا هني معروف عندنا ان احنا نموت على الجبن، فهذا يعني ماكن تشيز شيء خيالية. مع جمعت وياها شيئين حلوين اللي هو الميت بولز مع المواشي، خيالي مثل ما انتم شايفينه. الحين نبدأ التزيين، نحط عليه البقسماط اللي محمشينهم من قبل وشوية كزبرة تعطيها لون ونكهة. سلامتكم، ونشكر شركة المواشي على هالمنتج اللي صدق أكثر من روعة.